استاذ محمد فتحي الشريف رئيس مركز العربي للابحاث والدراسات. مساء الخير يا استاذ محمد. مساء النور يا فندم، اهلا بحضرتك وبكل مشاهدينك الكرام. اهلا استاذ ولد، برحب بحضرتك وبتمنى تكون كنت سامعني. دلوقتي البرلمان اقر بالفعل رئيس حكومه جديد في ظل حضور الرئيس الحكومه القديم الدبيبه ورفضه لتسليم الحكومه، بعد كمان البرلمان والجيش وتقريبا كل مؤسسات الدوله اجمعت على فتح بشار. طبعا المشهد في ليبيا وخصوصا في ظل تسارع الوتيرة الأخيرة بعد أن عزم مجلس النواب على اختيار حكومة جديدة نظرا لفشل حكومة عبد الحميد الدبيبة في أن تستكمل المسار وتمهد لإجراء الانتخابات، وهو الأمر الذي لم يحدث في العام الماضي في 24 ديسمبر. المفترض كانت هناك انتخابات رئاسية وبرلمانية، وبالتالي ذهب مجلس النواب إلى معالجة هذا الخلل. في الخطوة الأولى اتخذ إجراءات لتعديل الدستور وتم الموافقة عليه في جلسة مجلس النواب بالأمس، واليوم تم فتح التصويت على المرشحين لاختيار رئيس حكومة جديد. تقدم لرئاسة الحكومة 7 أشخاص، كانت 5 تنطبق عليهم الشروط و2 انطبقت عليهم الشروط، هما السيد خالد البيباس والسيد فتحي بشأغة الذي اختير اليوم بعد انسحاب منافسه رئيسا للحكومة الليبية لفترة جديدة. لا أقول أن المشهد سوف يمر بسلام، رغم أن هناك ترتيبات جدية لأن تكون هذه الحكومة حكومة تسيير أعمال بشكل حقيقي وحكومة تمهيد لإجراء الانتخابات، لكن سيحدث صدام. نعم سيحدث صدام، وخصوصا أن هناك أطراف. بالرغم من دعم مؤسسات الدولة لرئيس الحكومة الجديد يا فندم؟ نعم يا فندم، بالرغم من دعم مؤسسة الدولة، يعني عندي الجيش بيدعم حاليا المرشح. نعم. وأعلن هذا رسميا البرلمان وهو اللي اختار، فكده نعم نعم هناك طبعا هناك ترحيب من الجيش الوطني الليبي، هناك ايضا مباركه وترحيب من نائب رئيس الحكومه نائب عبد الحميد الدبيبة السيد حسين القطراني، اكد النهارده في تصريح صحفي انه رحب بوجود حكومه جديده رغم انه نائب رئيس الحكومه القديمه او التي تم اجراء التعديل عليها وتم اسقاطها مجلس النواب وتم التعديل عليها، ولكن يبقى عبد الحميد الدبيبة الذي ظل متمسكا بمنصبه وانه هو رئيس الحكومه وانه سيعمل في هذا الاطار، واليوم اتخذ اجراءات بشكل يعني غريب ومريب عندما قرر صرف بعض المنح لمنح الزواج وغيرها، اذا انه يعمل على اتخاذ الاجراءات. الموقف الغامض ايضا في المقابل ايضا في بعض الدعاوى بمحاكمه بعض اعضاء حكومته وتحويل. نعم هناك طبعا هناك 3 من اعضاء حكومته يعني تم تهم تورطهم في تهم فساد وتم توقيف 3 منهم، بالإضافة إلى أن عديد من الشبهات التي تشوب الحكومة والميزانية الضخمة التي أنفقها عبد الحميد الدبيبة في 10 أشهر. ولكن يبقى الوضع يا أستاذ ألفت حتى نكون يعني واقعيين على أرض الواقع، يبقى الوضع مرهوم بما سوف يتخذه المجتمع الدولي من إجراءات، لأن العملية السياسية في ليبيا يتحكم فيها المجتمع الدولي. العملية السياسية في ليبيا التي جاءت بعبد الحميد الدبيبة واكتسباته الشرعيه الدوليه والتي يتمسك بها الان مثل ما فعل فايز اشتراك في السابق، تبقى موقف الامم المتحده ستيفاني ويليامز لم تخرج باي تصريح منذ 3 أيام. المجتمع الدولي لم يبارك هذه الحكومه رغم ان الدوله المصريه وبعض الدول باركت هذه الحكومه، وكان هناك بيان للخارجيه المصريه. ده اللي كنت لسه هاخده مع حضرتك، بس خليني اقول لحضرتك واقول لمشاهدينا بيان الخارجيه المصريه: مصر تتابع عن كثب التطورات في ليبيا وتؤمن بان مسار تسوية الأزمة يظل بيد الشعب. ده رد على كلام حضرتك، يظل بيد الشعب دون التدخلات أو إملاءات خارجية. حضرتك هنا بتقول إن الدبيبة هو اختيار دولي، فبالتالي هو من يملك أن ينحيه أم يستمر. فمصر بتؤكد على أنه ليبيا هي اللي بيدها الخيار الآن، وخصوصا بعد أن يختار رئيس الحكومة من خلال البرلمان الذي يمثل الشعب. يعني أعتقد أن رؤية الدولة المصرية تجاه حل الأزمة الليبية رؤية ثابتة، وهي الرؤية الثابتة الأوضح في المسار السياسي في ليبيا منذ بداية الأزمة وحتى اليوم. مصر مع أن يكون هناك مؤسسة عسكرية قوية تحفظ استقرار الدولة الليبية، وهي التي أنتجت لجنة 5+5، مصر هي التي تضغط في أن يكون هناك حلا سياسيا بعيدا عن. أقول لحضرتك وأنا معاك حالا دلوقتي، أعلنت الأمم المتحدة في عقاب تعيين البرلمان الليبي وزير الداخلية السابق فتحي بشأغة رئيسا جديدا للحكومة، أنها لا تزال تدعم عبد الحميد الدبيبة. زي ما حضرتك قلت، واضح أن في دعم دولي ضد ما يختاره الشعب
الليبي. طب هنا نعم رئيس الوزراء وهو ما حدث مع فايز السراج، لكن انا اعتقد ان الوضع في هذه الحاله تحديدا سيختلف بشكل كبير جدا، لانك اذا يعني حضرتك اذا نظرنا على الخريطه الأمنية والعسكرية على الأراضي الليبية نؤكد على أن السيد فتحي باشأغا مدعوم بشكل كامل جدا كبير، يعني أكبر من السابق في مصراتة وفي بعض الكتائب الموجودة والكتائب العسكرية، وهذه الكتائب سوف يعني تجعل الوضع الأمني يطرح للرئاسة، يعني من شدة الدعم وتواجد الأرضي له كان اسمه بيطرح في ترشيحات الرئاسة. لا هو من لم يطرح، هو نعم ترشح للرئاسة مع السيد المشير خليفة حفتر ومع السيد دكتور سيف الإسلام عمر القذافي ومع آخرون، كان أحد المرشحين للرئاسة والتقى بالمشير خليفة حفتر قبل أن يترشح لمجلس الوزراء، وكان هناك اتفاق يعني ضمني بين الفاعلين على الأرض، إذا كنا من هم الفاعلين على الأرض بقوة هو السيد فتحي باشأغا والمشير خليفة حفتر الذي الجيش الوطني الليبي والقوات التي تتبع وزير الداخلية السابق في حكومة فايز السراج فتحي باشأغا، وأعتقد أن هناك كان هناك توقيف دعم للانقسام الليبي يا فندم. أنت تدعم حكومة أنت اخترتها ولكن البلد بمؤسستها اختارت جناح آخر، كده في انقسام بيدعم دوليا. يا أستاذة ألفت أنا قلت مرارا وتكرارا في أكثر من وسيلة إعلامية أن المجتمع الدولي يدير الأزمة الليبية ولا يسعى لحلها، لأن حل الأزمة الليبية سوف يجعل بعض الأطراف المتداخلة التي تنتفع من هذه الفوضى وتلك العشوائية الموجودة على الأراضي الليبية ماليا واقتصاديا، وأعتقد أن كل الظروف كانت موتية والآن الظروف أيضا موتية مرة أخرى لأن يكون هناك حلا سياسيا جذريا في ليبيا من خلال هذه الحكومة ومن خلال مساندة مجلس النواب ومن خلال مساندة الجيش الليبي ومن خلال مساندة لجنة 5+5 ومن خلال مساندة المجلس الرئاسي والسيد محمد منفي ولجنة المصالحة، هذه الأركان الثلاثة الحقيقية هي لجنة 5+5 وحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، لجنة المصالحة بقيادة المجلس الرئاسي الموجود، الحكومة الجديدة التي جاءت لتمهد وتنهي الانقسام في الأراضي الليبية، هذه العناصر الأساسية إذا قلنا أنها هي عناصر الاستقرار الحقيقي في ليبيا، لكن يبقى دور المجتمع الدولي، هل يدعم المجتمع الدولي هذا الاستقرار أم أن المجتمع الدولي سيذهب كما أعلنت بريطانيا؟ دائما يتحدث المجتمع الدولي على احترامه للمؤسسات وفكرة أن يختار من البرلمان يجب أن يكون في دعم دولي، لكن أنا مش فاهمة ماذا يقصد بأنه يدعم الدبيبة إلى الآن. خليني أسأل حضرتك عن محاولة اغتيال الدبيبة وتوقيتها، هل هي محاولة اغتيال حقيقية أم لكسب التعاطف والاهتمام الدولي أكثر؟ يعني دعيني أوضح الحقيقة في ما أشير عن محاولة اغتيال عبد الحميد الدبيبة، أعتقد أنها لم تكن هناك أي محاولة لاغتيال عبد الحميد الدبيبة، وأن عبد الحميد الدبيبة ووليد اللافي ما حدث من إعلان عن محاولة اغتياله هو يعني محاولة لكسب الرأي العام ومحاولة أيضا لأن يكون هناك يعني انجذاب شعبي. أول ما شفت الخبر نعم، وأن يكون انجذاب شعبي حول عبد الحميد الدبيبة وأن يصدر نفسه وأن يصدر نفسه كما كبطلا يسعى من أجل أن تتوحد ليبيا وأن تستقر ليبيا، رغم أنه في الحقيقة كانت أمامه فرصة تاريخية في حال أنه بعد المترشح طبعا للرئاسة. نعم ولا وغير ترشحه إذا كان يريد صحيح، يعني حضرتك طرحت نقطة جميلة، إذا كان يريد صحيح أن يترشح للرئاسة فنعم فهي الفرصة سانحة الآن أمامه عندما لا يكون في السلطة التنفيذية وأن يخرج بمفرده ويترشح للرئاسة كما فعل المشير خليفة حفتر وكما فعل سيف الإسلام عمر القذافي، لأنه عدم وجوده في السلطة يمنحه أكثر واقعية لدى المرشحين وأكثر واقعية لدى الناخبين، وبالتالي عبد الحميد الدبيبة يعني هو العنصر الذي سيعرقل المشهد كما فعل فايز السراج من قبل على مدار 5 سنوات، وتبقى العملية السياسية في ليبيا رهن المجتمع الدولي، رغم أن اتفاق الصخيرات ولجنة 75 تنص على أن الخيارات هي كلها للشعب الليبي، ولجنة 75 كانت من المفترض أن تكون مختارة من الشعب الليبي، وبالتالي يبقى المشهد رهن التجاذبات الدولية ورهن ما يدعم فيه المجتمع الدولي تجاه العملية السياسية في ليبيا. للأسف ده يرفخ للانقسام. بشكرك جدا أستاذ محمد فتحي الشريف رئيس المركز العربي للأبحاث والدراسات.